مريت بظرف سيء جدا في حياتي 2019، من كان من أخيب السنوات في حياتي. عسلامة واضح، معكم عبير عبد الملك، أستاذة لغة إنجليزية، صاحبة الصفحة المعروفة عيش إنجليش، يتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة مريحة هكا وفيها برشا فكاهة. I'm also looking for a shirt but without hands. No hands. You mean a sleeveless shirt. الفكرة جات نص انسبيري من نوعية متاع المحتوى التعليمي هذا متاع تعليم اللغة الإنجليزية اللي قابلني عند واحد طلياني يعلم في اللغة الإنجليزية. الأسلوب متاعك الفكاهي ونقري في نفس الوقت الحقيقة ما كانش انسبيري من حتى حد، ما حاجة أنا هكا عملتها وحدي. الناس ما عادش تقولوا لصغاركم دادا، كي تجيبوا عيال قولوا لهم قولوا بابا. كنت مريت بظرف سيء جدا في حياتي 2019، من كان من أخيب السنوات في حياتي. كنت وحيدة، كنت متأزمة، كنت مكتئبة. كي دخلت السوشيال ميديا دخلت هكا عندي شحنة، عندي هكا كل كبت هكا برشا استريس، وحبيت نخرجه في شكل محتوى ولا كيفاش، وليو الفولورز متاعي كيما صحابي كيما أصدقائي. الحس متاع الوحدة تنحى، يعني كنتي تمشي في الشارع الناس تشكرك وتقولك يعطيك الصحة وكا سبيشل تريتمنت هذيك اللي تلقاه. فأنا قاعدة نشوف الجانب المشرق متاع الشهرة إلى حد الآن، وإن شاء الله ديما هكا معناتها. أمنت بيا عائلتي، أمي وبابا من أول فيديو، أمن بيا خطيبي، إصحابي، الناس الكل أمنت بيا، ما تحاربتش أنا. كل طبيعة المحتوى متاعي سوفت، إنسانة تدرس في لغة إنجليزية معناتها، ما فماش حتى أذية ولا ما فماش بوز. I have a company. أنا عندي شركة. I have company. أنا مش وحدي. البالانس ينكذب عليك، أنا أقول لك بلين لقيته. فما حاجات على حساب حاجات، فما أيامات نخليهم للتدريس وأيامات لصناعة المحتوى. فبالحق معناتها صناعة المحتوى تنجم تقول باللي هي ساعات تكون على حساب حياتك الاجتماعية. ترى النجاح أنك أنا سبونتاني ومانيش قاعدة نتحل في شخصية ولا لا، هذيك هي أنا be yourself. فديما الإنسان يكون عنده ثقة بروحه وثقة بذاته ويعرف اللي هو ينجم يوصل من غير ما يحاول انه هو يغير حد شيء في روحه. يبدأ إذا شعرك بني you are a brunette. وقت اللي يبدأ شعرك chocolate you are a brunette. اللغة الإنجليزية مهمة جدا في حياتك باش تعيش في العصر هذايا وتواكبه. أنت مطالب أنك أنت تتسلح برشا أدوات منهم اللغة الإنجليزية، فأعطيوها قيمة راكم أنتم باش تستفيدوا منها أكثر من أي حاجة. ميرسي على الاستضافة في واضح، ربي يخليكم ليا، وميرسي بوكو على المساعدة متاعكم وعلى الدعم متاعكم وعلى كل مشاهدة تعطيوها لي، أنا من غيركم ولا شيء. ونتمنى أني أنا نكون في عند حسن ظنكم، أني أنا نقدم لكم محتوى ما أحسن. فثانك يو سو ماتش وشكراً.